انت تخرجت من المعهد اشتغلت 4 مسرحيات بس بقيت من بعدها 10 سنين بعيد عن التمثيل. شوف شو السبب؟ المسرح بده ناس زناجين مو فقرة، خليني أكون صريح معك. يعني المسرح ما بيطعميك. المشكلة الأساسية أنه أنا انأذيت بأنه كنت بالصيفيات أشتغل ما أنحرك، فكنت طالع مصاري أكثر بكثير من المسرح يعني وكانت فترة شباب ونحن كنا دائما جيلنا يعني أنه بتخرج يتجوز ساوي بيت يأسس حاله وكذا، إيما كان شغلة التمثيل يعني، عرفت كيف؟ فكانت الفرصة بالمسرح ضعيفة يعني إحنا كنا مثلا ناخد مكافآت 800 ليرة بالشهر. 800 ليرة يعني أنا كنت أشتغل فيهم بيوم واحد بمطبعة أو تطريز أو بخياطة، يعني أنا اشتغلت كذا مهنة لمشان نكمل دراسة يعني. فكان المردود المادي كتير ضعيف والمردود الجماهيري ضعيف كتير، جمهور المسرح كتير ضئيل. إلى أن وصل المخرج فردوس الأتاسي. أنا اشتغلت مع فردوس الأتاسي مسلسل كان جزائري سوري مشترك. أوكي. هو وقتها فات على المحل لعندي الآن عم اشتغل، وهو مدرسني مبادئ إخراج يعني. فقال لي شو عم تساوي هون؟ قلت له والله أنا هون عم اشتغل يعني وكذا. قال لي لا ما بيصير، أنت ممثل ظريف وكذا وفي عندي عمل هلأ، تقوم من قفل مكنة مباشرة تمشي معي، في عندي دور إلك. وفعلا الله يرحمه فردوس أتاسي أعطاني دور. طبعا أنا كنت شاغل قبل منه جسر البيت ودائرة النار وشاغل أعمال يعني 3-4 أعمال تلفزيونية. بس بتقول هو السبب بفتح بوابة كبيرة أمامك. واعتزلت بعد ما اشتغلت 3 مسرحيات و4 مسلسلات بسنة، بطلت من المهنة ورحت اشتغلت بالتطريز. كمان مهن حرة، مهنة التطريز. مهنة التطريز لحتى اجا فردوس أتاسي شافني بالمحل بعد 4 سنين ورجعت بقى على الحالة الفنية. استاذ أيمن، أنت يمكن من النجوم القلال يلي بعدهم عايشين بالحارة الشعبية اللي خلقوا فيها، بعدك محافظ على البساطة يلي أنت ربيت إذا بدك عليها وما خليت أضواء النجومية تسحبك منها مثل ما سحبت كتار، شو السبب؟ أو شو السر؟ شوف، السبب إنه الأحياء الشعبية اللي نحن عايشين فيها متوفر فيها كل الأجواء اللي موجودة برا، يعني هذا الشيء اللي ما بيعرفه العالم. الأحياء الشعبية كان فيها أهم جامعات، أهم مدارس، فيها أهم مراكز دينية وأسرية، فنحن كنا كتير يعني نحن علاقاتنا مع السواح، يعني أنا كنت أشتغل مع السواح بالصيفيات يعني دورهم بالبيوت القديمة بالأماكن الأسرية. فنحن شايفين الألمان والطليان والأوروبيين كلياتهم يومياً عنا موجودين، مثل أنت هون بأماكن تعرفها يعني ببيروت موجودة. فالثقافة اللي بنكتسبها لحنا ثقافة أهم بكتير من الأماكن اللي خارج دمشق القديمة. بترجع لشيء تاني، لهذا الحب اللي بيخف بالبناية، بس تنتقل على برج أو بناية بخف الحب هذا اللي ممكن أنت تلاقيه بالحارات الشعبية، تبع أنه مثلا ابعت لي على البيت كذا، خليه يوصل لي كذا، دير بالك على كذا. هدول كلياتهم هن تفاصيل حياتية يومية، ما بظن أنهم إذا حافظ عليهم الواحد يعني لغى البريستيج عنده. عشت معنى التشتت الأسري مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة، أنه والدك كان بالعراق ووالدتك بسوريا، وكأنه والدتك هي صارت إذا بدك رب البيت، هي المسؤولة عن البيت. بهالفترة حسيت أنك أنت كطفل تلقيت صفعة كبيرة من الحياة؟ على فكرة أنا شايف أبي مرتين بس. أف يعني لأنه يعني الوضع الصحي لإله هو صار معه شلل كذا بسوريا، فاضطر أنه يروح على العراق وما عاد. والدتك بقيت بسوريا وأنتوا معه كلكم؟ نحن مع كلياتنا. والدتي رفضت أنه تطلع على العراق. ليه؟ ما رضيت يعني، أنه كان شرط الزواج أنه تضل هي بسوريا، هي سورية وهو متجوز بالعراق، فقالت له أنا لا بضل بسوريا. فهذا السبب كمان تاني كمان خلى المواضيع تصير فيها شوية جفاف. الزواج هو متزوج قبل أمي. قبل والدتك. وعندك إخوة. شو بدك تفضحنا أنت؟ بدنا نحكي هيدا هيدا كتاب الشهرة، كتاب حياتك. المهم بهذا الموضوع أنه نحن بفترة اللي صرنا بالتاسع وأخي صار يعني بالعاشر الكبير أو البكالوريا، فقررنا أنه خلص يعني بدنا نشتغل
وكانت الفكره كثير والوالده ضدها انه نشتغل نحن يعني بهذا السن. والدك بعده عايش؟ لا كان والدي بالعراق وخلص ما اجى لانه صار معه شلل نصفي يعني. فقررنا انه نشتغل ومن وقتها انا بلشت اشتغل وكمل دراسه. بس يغيب الاب عن البيت مثل ما قلت لك يعني الام صارت وكانها هي رب البيت، تقسى نوعا ما. كيف علاقتك بوالدتك كانت؟ اول شيء الله يرحمها. الله يرحمها. توفت السنه الماضيه. علاقتي فيها والله صعب تحكي هيك عن علاقة ولد بأمه أو شخص بأمه يعني بحسها سخيفة إنه تقعد تحكي عنها لأنه وخاصة إذا كانت غير موجودة هذا الموضوع بيدعو للبكاء يعني ما في غير هيك يعني ما بينحكى عن أم يعني أمي امرأة عظيمة أمي يعني ربت 9 أشخاص 7 شباب وبنتين يعني كل العالم بيعرفوا مين أمي الله يرحمها أستاذ أيمن كنت تغار من أصدقائك بالجامعة وبالمدرسة إنه هن عندهم بي وأنت لا ما عندي هيك إحساس أو الأم عوضت بشكل كافي لا يعني أنا يعني متربي على إيد مرأة يعني عاطفة أنثى يعني فلذلك ما كنت مهتم لأنه ما بحس إنه في أقوى من عاطفة الأم يعني ما بعرف شو هي عاطفة الأب يعني لذلك بتلاحظني حتى مع اولادي ما كثير بعرف اتصرف يعني كثير اوقات بتشاكل انا ومدامتي انه ليش هيك عم تتصرف معهم ليش هيك عم تتصرف معهم بقول لهم يعني بحسهم رفقاتي انا ما بحسهم انه انا يعني ما بعرف هي العلاقه شو طبيعتها بعرف انه الاب لازم يكون دائما على فكره بخدمه العائله والاولاد والكذا هيك بعرف يعني هيك يعني تربيت ولو انه ما كانت موجوده هي بحياتي